إذن في السعودية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا عبر سناب شات لما وصفوه بحادث تحرش جماعي بمجموعة من الفتيات في منطقة درة العروس في محافظة جدة. المغردون دشنوا وسما تحت عنوان خراب درة العروس، طالبوا فيه المسؤولين بوضع كاميرات مراقبة لتوثيق أفعال الخارجين عن القانون ومحاسبتهم على تصرفاتهم والتمكن من ملاحقتهم منعا لتكرار مثل هذه التصرفات والظواهر الدخيلة على المجتمع السعودي. وأظهر المقطع المتداول ملاحقة مجموعة من الشباب لاحقوا فتيات بعد احتفال أقيم في أحد الفنادق في جدة. هذا أي معرض؟ أيام المرض مرحلين أول فوز محشين عاشوا واحد. الله يعيكم. بسم الله، احنا شعب ارقى واحسن من المنظر السيء ذا اللي بيصير. احسن من كذا احنا. سامعيني انتوا؟ انا ما اتكلم، انا والله ما اتكلم. انتوا سامعين؟ شوفوا دخلوا ياخذوا البنات من جدو. شوفوا يا جماعه، يعني شوفوا لاي مرحله. اسمع صراخ حريم، اسمع. وانتشرت عدة مقاطع فيديو عبر فيها سعوديون عن آرائهم في حادثة منطقة درة العروس ونشاطات هيئة الترفيه السعودية بالعموم. نشاهد. شفت مقاطع فيديو الاحتفالية بحد الفنادق بجدة، والله يكرم أهل جدة والله يعزهم، عز الله أنهم بريئين من هالكلام وأنهم أشراف. وشفت مقاطع الشيء حصل بعد حد المباريات قبل كم يوم، وين حنا عايشين يا أخي؟ نبي الناس تتنفس، نبي الناس تتفتح، نبي الناس يعني تفرح وتنبسط، لكن ما نبي الناس تنحل، ما نبي الناس بهالشكل. هذا مسخرة، هذا صراحة ما يرضاه رجل بدمه درجة حرارة واحدة. والله ما تقوم به هيئة الترفيه من حين أنشئت أنها تجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا ونقول اللهم سلم، فمن حين لآخر تخرج لنا بطامة تلوها طامة أخرى وكأنها تعجل عذاب الله سبحانه وتعالى علينا. منكرات والعياذ بالله من أغاني ورقص وموسيقى واختلاط، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. أنا أكثر شخص أنتقد وجود الهيئة، مو السبب، ولكن لأنهم أو الوجود فئة منهم ما هم متعلمين، وجودهم فقط أنه رب دقن. لكن الآن أطالب بعودة الهيئة ولكن بضوابط تمنع حدوث مثل هذه الأشياء اللي شفتها في الفيديوهات اللي راحت. يعني أقسم برب الكعبة، قمة في الدناءة وقمة في الوطاوة وقمة في الوساخة وقمة في قلة الأدب. غضب شديد في ساحات التواصل الاجتماعي بعد عرض هذه المقاطع، إذ غردت الناشطة السعودية عهود بنت عبد العزيز بقولها: عرفتوا احنا ليش ضد قيادة المرأة وضد حضور النساء للملاعب وضد الأماكن اللي فيها اختلاط وتجمعات؟ هذا اللي كنا خايفين منه، لأن ما فيه شيء يردعهم. مقطع محزن ومخيف، جتني قشعريرة يوم سمعت صراخ البنات. هذا الشيء يعقل في السعودية؟ أما الكاتب السعودي خالد الأشاعرة فقال: خراب درة العروس، السبب ما هو عدم وجود الهيئة؟ لأن الهيئة جهة توعوية لمنع حدوث الجريمة، أما بعد حدوث الجريمة فما للهيئة أي دخل نظاما وشرعا؟ فإذا حدثت جريمة بلغ الجهات الأمنية، ما هو تصور سنابات؟ الأكاديمية السعودية مها بن شعلان ترى أن من في المقطع لا يمثلون شبابنا المحترم والراقي. تقول: والانفتاح مش معناته المشاهد السخيفة والمبتذلة اللي شفناها، هذه العينة تشوه صورة مجتمعنا خارج المملكة، ثم تستغل المقاطع لمهاجمتنا والتقليل منا في كل مناسبة. أنا مع قانون صارم وضابط لهم، وتتحمل درة العروس المسؤولية أيضا. الإعلامي ناصر الخضر عبر بقوله:
ما حصل عار وطيش، ناس ما تربوا في بيوتهم تربيهم الحكومة. يجب وضع كاميرات في كل زاوية في التجمعات السكنية والتجارية والسياحية، وتطبيق العقوبة مباشرة عن طريق إرسال المخالف لجهات الأمن والسلامة وعدم الرحمة ضد أي متجاوز. كاتب السعودي وليد الضفيري قال: للأسف ما حصل كان بسبب العزلة التامة بين الجنسين في السنوات الماضية، والفصل المبالغ فيه والحل هذه المشكلة لابد من نظام وقانون صريح وعقوبات مغلظة لحماية الطرفين من التحرش. هذا هو الحل أمام من ينادي برجوع الهيئة، فنقول له النظام أقوى لأنه ثابت ولا يخضع لمزاج أحد. شعيب راشد كاتب كويتي ومقدم برامج على يوتيوب، وهو أحد مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في الخليج، قدم فيلما عن منع عروضه المسرحية التي كان مفترضا أن يقدمها بشأن دول الخليج، ثم منع من تقديمها في الإمارات والسعودية والبحرين، ما أثار ضجة وجدلا في تويتر. اليوم نشاهد مقطعا من هذا الفيلم. هوبا لا لا، هاشتاج شعيب ضد السعودية. ليش هاشتاج بعد؟ ويتآمر مع غانم الدوسري ومطلعي لي فيديو دايركت مسج من حساب غانم الدوسري ان انا اتراسل معاه ان انا عندي 400 حساب عشان يهاجمون السعودية. الغريب طبعا بالموضوع ان واضحة ان هي كذبة، لكن في ناس لا زالوا مصرين انهم يصدقون. معناته هذين الناس مجيشين. منهم جيشهم؟ ثق بالله وحسب معرفتي بالواقع الخليجي، هذيل ما لهم علاقة في شيء اسمه السعودية تماما، وليسوا سعوديين. خذها مني، في دولة ثانية هي من تتحكم في هاشتاقات السعودية وتفتح حسابات باسم السعودية وتسب الناس باسم السعودية وتحاول تكره الناس باسم السعودية وتحاول تعزل السعودية عن باقي الناس. ألو ثامر، قلت له هلا، أنت تم منعكم من أبوظبي. بعض قطر كان الحمد لله يعني مسهل، هيئة السياحة صراحة هناك كانت يعني جدا راقية ويانا، ولاحظ أن مواضيعنا ما فيها ولا شيء سياسي، دخلوك في كل هالزوبعة هذه. قلت حق ثامر يبا يا ابن الحلال الحين قول لي وضع السعودية، السعودية عندنا فيها 4 عروض، أمورنا تمام، موقعين كل شيء، واضحين. إيه لكن شنو؟ أنا ما أدري باكر أروح هناك يصير منع. ما هاشتاج سخيف والفيديو مفبرك تصدق. باكر كل يوم قاعد أبرر لك مني للعرض ليش؟ وكل يوم قاعد أنسب وأهلي قاعد ينسبون على شنو؟ على ربح بسيط أنا بطلع من العرض عني ما سويته. في ناس ما تبي أن الخليج يرد مثل ما كان، فبالنسبة لهم سوار شعيب قاعد يرد هذا النموذج مرة ثانية وقاعد يساوي بين الكل، وما ما يبون نساوي بين الكل. هجوم عنيف شنه مغردون سعوديون على شعيب بعدد كبير من التغريدات، كان من أبرزها ما قاله الناشط السعودي سلطان محمد عساكر، وجه كلماته لشعيب قائلا: سوار شعيب لايف، خذها مني، أجل أنا سعودي واكتب باسمي الصريح وما حد مجيشني ضدك، لكن أقولها لك بفخر، أنا وكثير من الشعب السعودي نكرهك بسبب تغريداتك السابقة المسيئة للسعودية ولشعبها، وبإذن الله تحلم تدخل السعودية. الناشط العماني فيصل قال: تابعت حلقة سوار شعيب لايف وما شفته أساء أو شتم أو تطاول على دولة أو أشخاص، ذكر السعودية بكل خير وقال أن اللي يشتمون ويسبون مو سعوديين، مدح تنظيم عمان وقطر ومدح تجاوب البحرين معه، وقال أبو ظبي لغوا العرض بدون ذكر سبب، وحتى الدولة اللي تحاول تكره الناس في السعودية ما ذكرها. الكاتب الإماراتي أحمد عبيد قال: رسالة إلى شعيب، لم تعد صاحب التأثير السابق، ولعنة الله على الراشي والمرتشي. الكاتبة القطرية مريم الثانية قالت: منعوك تعرض في بلدانهم، لكن ما منعوا حبك في قلوبهم ولا منعوا رسالتك الفنية الهادفة من الوصول إلى أذهانهم. يا شعيب يكفي عقب كل اللي صار لك، ما زلت محافظ على الرقي في الطرح في هذا الفيلم الوثائقي، هذه أخلاق الكويت وأهلها، كبار بأخلاقكم وسعة صدوركم. عودة إذن إلى أحمد عاشور. في بداية هذه النشرة قلنا طلقها 3، من هو ومن هي وماذا كانت
ردود الفعل؟ الداعية السعودي عائض القرني في مقطع انتشر له خلال لقاء تلفزيوني، نعم، قال أنه طلق السياسة بالثلاث وتاب إلى الله وأحسن وحسنت توبته، أنه سيبتعد تماما عن السياسة. فلنشاهد هذا المقطع المثير للجدل. ما عاد نشوف عايض يتكلم في الشأن العام، صرنا فقط نشوف أدعية وأذكار. وش الفلسفة في هذا خلال الأشهر الماضية؟ والله أنا عندي فلسفة يا شيخ، بعد عمر وبعد تجربة طويلة أدركت أن مهمتي تبليغ الدين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أنا ذا الحين حصل مسلم من الإسلام، أنا التويتر عندي الفيسبوك عموما إما آية أو حديث، أتكلم عن التفاؤل، أتكلم عن الإيمان، أتكلم عن الأعمال الصالحة، تربية الجيل على الخير. أنا لست محلل السياسي، بشرك وبشر الأخوة أني تبت طبعا من السياسة من سنوات، تبت إلى الله ومن تاب تاب الله عليه. يقولون أنك طلقت السياسة العامة أو مسألة، نعم إيش؟ يقولون أنك طلقت السياسة. معي طلقتها بالثلاث لا رجعت بعدها، وتبت إلى الله ومن تاب تاب الله عليه. لكن يقول حتى الشأن العام، الشأن العام له محللين، السياسة للسياسيين، الاقتصاد للاقتصاديين. أحمد، طبعا تفاوتت ردود الفعل، هناك من يقول هناك خشية من القمع والاستبداد والعقوبات وما إلى ذلك، وهناك من يقول بالفعل يعني عالم الدين ليس محللا سياسيا ولا اقتصاديا أو رياضيا حتى يعني يفتي في كل شيء. هو اختار التوقيت المناسب لينأى بنفسه عن السياسة. عموما هذه آراء تختلف، نعم، في التحليل، وهناك الكثير من التعليقات حقيقة. عودة إلى موقع ميدان التابع للجزيرة نت، هذه الصفحة مهم. عودتنا بالجديد دائما، وهذا الموقع عودنا بالجديد. قاموا اليوم بإطلاق صوت ميدان عبر ساوند كلاود، خدمة ساوند كلاود الموجودة والتي يعرفها الكثير من الناس، هي عبارة عن مقالات مقروءة أو كتب، عفوا مقالات الموجودة في موقع ميدان يتم قراءتها هنا. هي خدمة صوتية لمن لا يملك الوقت للقراءة أحيانا في السيارة أو غيرها، بإمكانك الاستماع إلى هذه المقالات بأصوات شابة واعدة. يا سلام، مثل الكتاب المسموع ولكن مقالات وأشياء أخرى، مقالات مختصة حقيقة جميلة، شيء جميل للغاية، خاصة للكسالى اللي ما يحبوا يقرأوا ما عندهم وقت. شكرا جزيلا لك أحمد. وقبل أن نختم نشرتنا نتوقف مع هذه الإطلالة على المواضيع الأكثر تصفحا على موقع الجزيرة دوت نت اليوم. ملك الأردن ندعم حل الدولتين والقدس عاصمة فلسطين. سلمان العودة الداعية العابر لمنصات التواصل. عالم أمريكي لا تثق يقول بمن يعامل العلم كالأيديولوجيا. بهذا إذا نصل المشاهدين إلى نهاية هذه الجولة التي طفنا بكم خلالها في منصات التواصل الاجتماعي. يمكنكم التواصل معنا عبر صفحتكم أو صفحات نشرتكم على تويتر وفيسبوك وإنستغرام. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.